شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات المشاة الميكانيكي بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويره وتسليحه وفقا لأحدث النظم القتالية واستمع لعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للأسلحة والمعدات المشاركة بعد تطويرها ورفع كفاءتها القتاليه لتنفيذ كافه المهام تحت مختلف الظروف وقام بالمرور على القوات المنفذه للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءه الفنيه والقتاليه للاسلحه والمعدات والتي تؤكد ان القوات المسلحه تسير نحو التطوير والتحديث لمجابهه كافه التحديات التي قد تواجه امن مصر القومي وناقش عددا من الضباط والجنود في اسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفيه مواجهه المواقف الطارئه واثنى على الضباط والجنود المستدعين وسرعه استجابتهم في الانضمام لوحداتهم وتفانيهم في اداء المهام المكلفين بها واشاد بالاستعداد الجاد والروح المعنويه العاليه لرجال القوات المسلحه وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها في حماية الشعب المصري والتصدي للتهديدات المختلفة التي تمس أمن الوطن واستقراره. الحقيقة أنا بشكر الأداء العظيم اللي أنا شفته اللي بيقول إن في مصر في أبطال مصر فيها جيش قوي احد عناصر اللي احنا كنا بنفتش عليها النهارده بنقول لمصر بلدنا العظيمه اللي بنفتخر بيها كلنا وبنفتخر ان احنا مصريين ما تقلقوش يا مصريين اعتمدوا على القوات المسلحه في كل حاجه احنا جاهزين ننفذ اي حاجه هتطلبوها وبنطمن كل مصر وكل المصريين ان احنا كقوات مسلحه ان شاء الله رب سنؤدي كل المهام المطلوبه مننا على اكمل وجه ودايما جاهزين في كل وقت ننفذ احسن حاجه عندنا واحنا في منتهى السعاده حافظ الله مصر وحافظ جيشها وحافظ جيشها العظيم وشرطتها العظيمه دي ان شاء الله الى ما شاء الله ربنا يوفقكم جميع ابطال كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الواحد واربعين الاحتفال بذكرى انتصار اكتوبر ثلاثه وسبعين وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه قدوم عيد الاضحى المبارك، ربنا سبحانه وتعالى يا رب يجعل يدينا العمر ويدي المصريين العمر ونحتفل ان شاء الله السنه الجايه ومصر تكون ان شاء الله في احسن حال ان شاء الله رب العالمين. حضر اجراءات التفتيش قادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.